أبكي رحيلك وأنا أعلم أنك راحل منذ أتيت، وهل يستديم الضيف عند المضيف؟ لا أبكيك وأعلم أنك آت في موعدك الدقيق، لكن أبكي نفسي وأنا أخشى أنك تمر حينا ولا أكون من بين من ينتظر هلالك في الطريق. فقد غادرت حيث انتهت ضيافتي في الدنيا، واستقبلتني إخفاقات الطريق. أبكي لأني خشيت أني أضعت أيامك في نزوة، في غيبة، في ضعف، في معصية. أبكي على ليال غلب كسلي عزمي للمثول في حضرتك. أنا طين لولا أن الله أرادني عبدا، أنا رتيبة حياتي لولا أنك الصديق. من أجل هذا أودعك ببكاء الحزن المرير، ويغلب حزني كل أفراحي معك، لكن سأجعل من دموعي دموع فرح. علني بأمل لقياك أسمو أو إليه أصير. أودعك رمضان. وتمزقت أوراق الأجندة سريعا جدا، الأول من رمضان، الثاني من رمضان، الثالث والرابع، وتحدو الساعات حدوها. يا أيتها النفس التي تسكن جنباتي، أتعلمين أن رمضان ما عاد فيه صبر لينتظر؟ أتعلمين أنه سيعلن رحيله قريبا جدا؟ ها هو يسابق الريح جريا، ها قد ودعتنا أيامه العشر المبخرات بالرحمات. ما بالك يا حبيب قلوبنا، ما بالك تسكب دمعاتنا على خطواتك السريعة؟ أم أنك ما عدت تصبر على تقصيرنا وذنوبنا التي قد جاوزت الطود واعتلت؟ يا نفسي العاشقة لسراجات رمضان، ما حالك إذا رحل غاليك وجراحك لم تلتئم بعد وجبال ذنوبك لم تغفر؟ استقبلنا شهر الرحمات، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الطاعة، استقبلناه بالفرح والأنس والسرور. امتلأت مساجدنا بالمصلين، وأيادينا اعتادت على النفقة. نتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، نستغفر، ندعو، نجاهد أنفسنا بترك المعاصي. عشنا معه لحظات سعيدة ونسمات روحانية لقربنا من الله أكثر، وها نحن اليوم نودعه. لم يتبقى إلا لحظات ويرحل، سيرحل ولن يعود إلا العام القادم. سيعود ولا نعلم هل سنقابله مرة أخرى أم نكون من الراحلين عن هذه الحياة. رمضان وداع. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان ليتك دوما.